مع كل شتوى بيصير فيه مشاكل بالإنترنت وبالإرسال، وبعد حصول المنخفض الجوي يلي جاب معه أمطار ورعد تأثرت الشبكة ببعض المناطق ليكون الطقس عامل إضافي بزعزع الإنترنت. شبكة متضررة أصلاً من انقطاع التيار الكهربائي وشح مادة المازوت الخاصة بالمولدات، بالإضافة لصعوبة تأمين التمويل اللازم لشراء مستلزمات الصيانة المختلفة. من هذا المنطلق حذر المدير العام لهيئة أوجير وعماد كريدية للنهار من أنه الهيئة قد تعاني من بعض الصعوبات بسبب ضعف البنية التحتية، لكنه استبعد فرضية تأثر الإنترنت وشبكة الاتصالات بالطقس العاصف المقبل على لبنان. أما بالنسبة لتوافر المازوت، أوضح كريدية بعطلة نهاية الأسبوع للنهار بأنه كمية المادة المتبقية تكفي لتسعة أيام، وشرح أنه الهيئة طلبت تمويل بقيمة 90 مليار ليرة بيكفي لشراء المازوت حتى نهاية كانون الثاني من العام 2022. فهل تعطى الهيئة هيدي الأموال بمرسوم استثنائي أم أنه الحكومة رح ترجع للعمل؟ كل الأمور رهن الحل السياسي يلي رح يأثر أيضاً على فاتورة الاتصالات يلي قرار تعديلها بتاخده الحكومة.